وللحديث عن عجز حكومة الكاظمي عن المطالبة بحقوق العراق المائية من إيران التي ترفض الاعتراف بها رغم تأثيرات الجفاف السياسية والاقتصادية على البلاد، معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بك سيد مصطفى معنا. بداية، وزير الموارد المائية بحكومة الكاظمي يقول إن 3 وزراء من العراق أمضوا وقتا في جدال شديد مع الإيرانيين الأسبوع الماضي حول حقوق العراق المائية ولكن دون جدوى. ما الذي يعنيه هذا التصريح سيد مصطفى؟ تفضل. أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. لو أنفقوا أياما طويلة من الجدال والمفاوضات مع الجانب الإيراني فلن يحصلوا على نتيجة، لأن الإيرانيين يعلمون جيدا أن السلطة التي في العراق غير قادرة على أن تواجههم من جهة وتستغد حقوق العراق، وأيضا لأن إيران تريد أن تواصل استنزافها للطاقات العراقية سواء في مجال المجالات الاقتصادية المختلفة وتحديدا في مجال الزراعة، ولذلك فهي تتعسف كثيرا وتظلم العراق في موضوع الموارد المائية كما تظلمه في قضايا أخرى. السلطة الحالية في العراق عاجزة وغير قادرة وليست لديها الإرادة أصلا لاستحصال حقوق العراق، وهي يعني أضعف من أن تواجه إيران ولا يمكن أن تقف أمامها. كل هذه يعني الإجراءات التي تتخذها إيران لا تجد أي يعني ردا حقيقيا مكافئا من الجانب العراقي. لكن سيد مصطفى، كيف لحليف كما تؤكد أحزاب العملية السياسية أن يمنع المياه عن حليفه؟ تتحدث عن إيران والأحزاب الحاكمة في العراق ونحن كذلك نتحدث عن هذه الأحزاب، رغم حاجة العراق للمياه وتأثيراتها سياسيا واقتصاديا، عن الأحزاب التي تدعي أنها حليفة لإيران. تفضل. العلاقة بين الطرفين ليست علاقة تحالف وإنما علاقة تابع ذليل بسيده. هذه السلطات في العراق تتبع النظام الإيراني بطريقة مذلة، لا تحترم حقوق العراق ولا حقوق العراقيين ولا تحترم تاريخ العراق ومكانته المفترضة بين دول العالم، ولذلك هي قدمت الكثير، لا أقول من التنازلات ولكن أقول من حالات الإذلال. ولذلك يعني النظام الإيراني يملي شروطه ويفرض أوامره بكل سهولة على الجانب العراقي، وقد رأينا مثل هذا في موضوع فتح المعابر الحدودية، في موضوع إلغاء التأشيرات، في مسائل كثيرة، يعني في استقبال الواردات الإيرانية ردية الصنع والتي لا تخضع للمقاييس والمعايير الدولية. كل هذه من علامات إذلال العراق التي تمارسها هذه السلطة وتقبل به من الجانب الإيراني تحديدا. إلى سؤال جديد سيد مصطفى، يعني ما الذي تستفيده إيران من تراجع المنتجات الزراعية والأمن الغذائي في العراق؟ وإلى أي مدى ساهمت سياسة الأبواب المفتوحة بوصول البلاد إلى هذه النقطة؟ تفضل. العراق بسكانه، بالعدد السكان الكبير الذي يقيم على الجغرافيا العراقية، يعني الآن سوق لكل المنتجات الإيرانية رديئة الصنع كما قلنا والتي لا تخضع للمعايير العالمية في كل المجالات، وفي المجال الزراعي عندما يتم تجويع العراقيين وإفقارهم من الناحية الزراعية وقطع المياه عنهم، فإن الأسواق العراقية تكون بحاجة إلى الواردات الإيرانية، وهذا ما يجده المواطن العراقي بكل وضوح. سيد مصطفى، ميليشيا العصائب قبل أيام أعربت عن انزعاجها من تصريحات وزير الموارد المائية واعتبرت أن إيران غير مسؤولة عن أزمة المياه في العراق. هذه التصريحات إلى أي مدى ترى أنها تعمق مصالح إيران في العراق؟ يعني احنا قلنا ان هذه السلطة الموجودة في العراق وهي سلطة ميليشياوية، يعني لا علاقة لها لا بالعراق ولا بمصالح العراقيين،
تنفذ كل ما تمليه الإرادة الإيرانية، وتحقق كل ما يعني أو تعمل كل ما يحقق المصالح الإيرانية. والتصريح الميليشياوي هذا يأتي في هذا السياق. لا شك أن دول المنبع سواء إيران أو تركيا مسؤولتان عن موضوع تزويد نهري دجلة والفرات من خلال منابع المياه لديهم، يعني خصوصا بالنسبة لدجلة هناك الكثير من الروافد الإيرانية، وأيضا هناك قضية أخرى وهي سوء استخدام المياه في العراق. نعم. لكن بقدر تعلق الأمر بالجانب الإيراني الذي قطع وحول قطع العديد من الروافد وحول مسار العديد من الأنهر في يعني التي تغذي نهر دجلة، لا شك أن هذا التصريح الميليشياوي يعني يؤكد تبعية هذه الميليشيات للجانب الإيراني وعدم ولا علاقة لها لا بالعراق ولا بمصالح العراق. السؤال الأخير الآن سيد مصطفى، يعني حكومة الكاظمي لوحت بإمكانية العراق بصدد التوجه نحو محكمة العدل الدولية لتطبيق القوانين الخاصة بدول المنبع والمصب، ما إمكانية لجوئها بالفعل إلى مثل هذا الخيار؟ طبعا عندما تكون هناك إرادة سياسية يعني التحاكم الدولي هذا الأمر موجود ومتاح، ولكن بالتأكيد فيما يتعلق بسلطة الكاظمي والجانب الإيراني وبكل السلطات حقيقة، يعني ما الذي فعلته السلطات التي قبل الكاظمي؟ لم تفعل شيئا، وأي سلطة تأتي بعد الكاظمي أيضا لن تفعل شيئا للجانب الإيراني. هذا كلام دعائي الحقيقة لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يثق به المواطن العراقي. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف.